اليو باجي. اليو باجي خروجه. أيوة. انت قصدك على اليو باجي؟ ايوه. نزوله وخروجه معناها ان في حاجه، يعني حتى اللي انا عارفينه ان هو في بيشتكي من الكاحل. وانا مع رايك في حته ايه، ان لو هو كان عنده شك في حاجه ما كنتش انزله. صح. يعني لو عنده شك، لانه واضح جدا انه نزله في الدقيقه 12 بدل الكهرباء لما اصيب، وبعدين خرجه تاني في الدقيقه 46 ونزل احمد الشيخ. طب هو الوضع الطبيعي في نزول احمد الشيخ ان احمد الشيخ هو اللي يبقى ناحيه الشمال واجاييه هو اللي يبقى راس حربه، صح؟ بص، يعني اعتقد ان هو عايز يتاكد قوي من 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 جونيور في الحته اللي في الطرف دي، الحته الدفاعيه. يعني زي تمرينه كويسه جدا ان جونيور وريني دورك في الحته الدفاعيه وانت بتدافع في الحته دي، عايز يتاكد، لان مهم جدا اطراف الملعب في حته دفاعيه في مباراه الوداد. هو عموما بادجي يا كابتن محمد هو اللي اشتكى من كدمه في الانكل. ما انا بقول لك معنى كده ان ممكن يكون اتخبط خبطه فخرجه عشان ما تزيدش، ممكن يكون كان بيشتكي هو اشتكى. ايا كان، يعني من ضمن الخسائر، يعني انا حتى كاتب عندي اصابه كهربا واليو باجي اكبر الخسائر النهارده. انا شايف النادي الاهلي ما فيش اي حاجه، يعني بصراحه لعبته بيلعب حوالي 55 دقيقه من الدقيقه 39 او 38، داخل في 60 دقيقه تقريبا. صحيح. داخل في 60 دقيقه بيلعب ناقص عددي مع فريق تقيل، فدي طبعا نحييهم بشكل كبير جدا، اتبذل مجهود بشكل كبير جدا، اطمنت على دفاعك بنقص عددي ودي حاجه مش سهله. بيأدوا بشكل يعني ممتاز. يعني انا شايف ان كل المباراه النهارده ايجابيات، رغم ان انت ما كسبتش، انت خدت نقطه، لكن يعني بحييهم عليها بصراحه، لان كانت يعني المباراه كانت صعبه، اتصعبت على النادي الاهلي بطرد عمرو السوليه. مظبوط. الحاجه الوحيده بس السلبيه هي اصابه كهربا واليو باجي. في نفس الوقت كمان يمكن هضيف بقى اخر حاجه، هي عمرو السوليه. عمرو السوليه راجل عنده خبره وراجل لعيب كبير، وانا عارف كويس قوي ان مش شخصيه عمرو السوليه يلعب اللعبه دي، يبقى متعامل. لكن الفار يا كابتن لازم نتعامل مع المتغيرات السريعه اللي حصلت في الفتره الاخيره. انت دلوقتي الاهلي، او مش الاهلي عموما، الدوري المصري ما كانش بيتلعب بفار. أيه. فاهم قصدي ازاي؟ فكانت حاجات كتيره جدا بتعدي زي اللي انت شايفه ده، كانت بتعدي وضربات جزاء بتعدي وجوان اوفسايدات وحاجات كده. النهارده الراجل بيعيد كوره واثنين وثلاثه ويفضل يشوفها. لازم اللعيبه تغير على طول، والاجهزه الفنيه لازم تكلمه في الحته دي. ان انت بتلعب يعني حذر جدا. حذر جدا، انت طالع في الهواء بتلعب كوره، ايه لازم الكعاني؟ بس هو كابتن يوسف بعد اذنك، هو 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 نازل عدم توازن، ما كانش يعني مش انا بقول لك، انا عندي سلامه نيه، عندي سلامه نيه بالنسبه للسولي. عارف لو في لعيبه كابتن، انت عارف في لعيبه لا معروف عنهم بيعمل فاولات. أيوه. عند في لا احنا يعني معروفه طبعًا. كلنا لعبنا كوره وعارفين في لعيبه بتطلع في الهواء بتستخدم دراعاتها، بتستخدم كعانها. في لعيبه في الارض مثلا، كره على الارض بتلاقيه يعني عارفين احنا كويس قوي، نعرف نميز ده قصد ولا مش قصد. وانا عارف كويس ان السولي، بس الفار ما بيديش حكم على النيات. صحيح. انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا ما بقدرش مثلا ايه كابتن علاء ميقوب ده عمره ما عمل فاول. صح. ده كذا كذا. صح. لا فوت له دي، هو بيتعامل مع حاله، مين صاحبها مين صاحبها. مظبوط. ملوش دعوه. فلازم نخلي بالنا ليه؟ لان الفار ممكن يضرك في حاجه زي كده. يعني مباراه زي الوداد، مباراه زي ان شاء الله مثلا تطلع النهائي ان شاء الله، الحاجات دي بتفرق قوي، التفاصيل الصغننه قوي، انك تلعب ناقص حتى لو 10 دقائق ربع ساعه. فلازم اللعيب ياخد باله قوي. انت نازل على الارض وانت بتلعب، طالع في الهواء بتلعب، وانت داخل مثلا بتضغط على واحد، الحاجات دي مهمه جدا، لاني بتتعاد الكره مره واثنين وثلاثه، فدي بتبقى مشكله.